يتعلق بمؤتمر التعايش الاجتماعي العقد مؤخرا في الخرطوم. طبعا بعد ثورة ديسمبر المجيدة البلد انتهجت خطوات مختلفة من الوضع السابق، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية. المزألة بتاعت الانفتاح الشعبي في مزألة التطبيع، أنا أفتكر أنه المزألة لسه في بداياتها، ما وصلت للمرحلة بتاعت التطبيع الشعبي. التطبيع الذي تم في السودان هو تطبيع سياسي، تطبيع سياسي واقتضته ظروف بتاعت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأنا أفتكر أنه التطبيع الكامل ما بيتم إلا باكتمال مؤسسات وهياكل الفترة الانتقالية، وخصوصا تكوين المجلس التشريعي. المجلس التشريعي هو المعبر عن السودانيين لكن وعن الشعب السوداني. نعم، أنا أفتكر أن الخطوة الكاملة تتم عبر المجلس التشريعي، لكن الخطوة التي تمت في السابق هي خطوة سياسية اقتضت ظروف، اقتضت مصلحة محددة في قيود كانت تكبل السودان. طيب الخطوة سياسية كما تقول أستاذ حذيفة، اللقاء أيضا جمع عدد من المسلمين واليهود السودانيين، ما الرسالة التي أراد الملتقى إيصالها من مشاركة رجال دين مسلمين ويهود في هذا الملتقى؟ نحن الشكل العام بالنسبة للمؤتمرات التعايش الاجتماعي، أنا ما أفتكر أنه ما في إشكالية، لكن الملتقى الأخير اللي تم عقده قوم واضحة ما كانت أهدافه واضحة. الجهات اللي دعت له برضو يعني هي جهات صحيح يعني شعبية، أو بنقول أنه هي مجهودات خاصة بتاعت أفراد لعقد هذا المؤتمر، لكن ما أعتقد أنه هو يعني بيعبر عن المكونات الشعبية، ولا هو بيعبر عن المؤسسات بتاعت الفترة الانتقالية. هو اجتهاد فردي بتاع شخص، لكن عموما بالنسبة لنا أنه أي كلام عن التعايش الاجتماعي التعايش السلمي أي مؤتمرات في الاتجاه ده أنا أفتكرها هي إيجابية، لكن أنا أفتكر أنه المزرعة تحت التطبيع مع إسرائيل ده موضوع كبير جدا، وما بيكون تطبيع حقيقي وكامل بمعزل عن الإرادة الشعبية. أنا أفتكر أنه الشعب ما السوداني إلى موقف الآن ما قال كلمته في الأحزاب، هذه ما موقف المسألة. الكيانات المعارضة للتطبيع مع إسرائيل من مثل هذه الاجتماعات واللقاءات؟ أستاذ حذيفة. مجموعات كبيرة جدا نعم. يعني غير راغبة، هي غير راغبة للتطبيع، وفي مجموعة طبعا يعني مصلحة في ظرفية محددة أنه الناس تمشي في التطبيع، يعني للظرف الخاص أنا بقول لك بتاع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى ينفتح السودان على العالم، وحتى يعني المصارف تتحرك والبلد تنتعش اقتصاديا، فدي كانت الضرورة، لكن ما كان هو تطبيع بشكله الكامل. أنا كما ذكرت لك لا يكون التطبيع كامل إلا بإرادة شعبية، وأنا أفتكر أنه إلى الآن الإرادة الشعبية ما موجودة في الوقت الراهن. لماذا أستاذ حذيفة ليست متواجدة الإرادة والسودان أعلن التطبيع؟ نعم، لأنه الممثلين، لا، التطبيع تم إعلانه هو تطبيع سياسي، يعني مؤسسات الفترة الانتقالية مؤسسات فوقية، وما تمت الهياكل بتاعت الفترة الانتقالية هي اختمرت، ولا يوجد مجلس تشريعي يعبر عن نعم. أشكرك جزيل الشكر الناطق الرسمي للتحالف السوداني على كل هذه المعلومات، الأستاذ حذيفة محي الدين البلول، كنت معنا من الخرطوم.